إذا مشاهدي متابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في مباشر جديد من مدينة الدار البيضاء وبالضبط من منطقة درب الكبير. كيف كتشوفوا واحد الشباك أوتوماتيكي ديال هاد الوكالة البنكية تعرض للتخريب وربما لمحاولة سرقة ما بداخله. لا شيء يؤكد بأن السرقة تمت، ولكن التخريب ظاهر للعيان. كيف كتشوفوا عملية التخريب تمت ربما في محاولة للسرقة. كيف كتشوفوا شباك اوتوماتيكي تابع لهذه الوكالة البنكية بمنطقة درب كبير بمدينة الدار البيضاء تعرض للتخريب من طرف مجهولين، واكيد المصالح الامنية ستقوم بفتح تحقيق معمق للوصول الى الفاعل او الفاعلين المحتملين. هذه الوكالة اللي اكيد غابيها عندها كاميرات ديال المراقبة، واكيد هذا الشخص ولا هاد الاشخاص اللي غادي يكونوا قاموا بهذا الفعل الاجرامي غادي يكونوا بانهم مسجلين بالكاميرا، واكيد غادي توصل لهم المصالح الامنية في اقرب وقت ممكن. إذن هي وكالة بنكية بمدينة الدار البيضاء، الشباك الأوتوماتيكي ديالها تعرض لتخريب كيف كتشوفوا مباشرة على قناتكم شوف تيفي. شوفوا الزجاج حتى داك الشاشة ديال الشباك الأوتوماتيكي تم التخريب ديالها. واش هادشي كيدخل في العمل اللي ولينا كنشوفوه يوميا ديال الهجوم ديال المجموعات ديال على الاحياء، او هو عمل ديال انسان احمق فاقد للوعي؟ لان اللي يقوم بهذا العمل اما احمق واما يعني انسان غير عادي باش يقوم شخص بهنا. لان هنا واخا للتوضيح واخا يهرس هذا الشباك واخا ما عرف شنو يدير ما غاديش يوصل الفلوس، الفلوس راه كاينين لداخل، راه كيجيو بواحد الطريقه اوتوماتيكيه باش كيتهزوا باش كيوصلوا عند الناس اللي كيسحبوا النقود ديالهم من هنا. يعني هنا ما غادي يلقى الانسان حتى شي حاجه. هذا اللي قام بهذا العمل يا اما احمق يا اما ما كيعرفش شنو فين كاينين الفلوس اصلا. اذا كيف تابعتوا معنا بالنسبه لهذا التحق بنا شباك اوتوماتيكي تابع لاحدى الوكالات البنكيه بمدينه الدار البيضاء تعرض للتخريب وربما لمحاوله السرقه، لكن السرقه ما غاديش تتم ولن تتم ولم تتم لان النقود ما كايناش قريبه هنا. هذه هي التوضيح للناس اللي يفكروا مره اخرى انهم يقوموا بنفس العمليه. الفلوس راهم بعاد، راه كيجيو بواحد الطريقه اوتوماتيكيه باش كيوصلوا عند الشخص اللي كيسحب الفلوس من هنا. واكيد هذا الشخص اللي قام بهذا اللي تورط في هذه العمليه شخص او اشخاص اكيد غادي يتم الايقاف ديالهم في اقرب وقت ممكن، خصوصا وان الوكاله مزوده بكاميرات للمراقبه. انا دابا راني واقف هنا كنقوم بهذه التغطيه ديال هذا الحدث، اكيد غدا غادي يكون الصوره ديالي عند الناس ديال الوكاله وكذلك عند الناس ديال الامن. اذا شكرا على تتبعكم هذا المباشر، دمتم في رعايه الله والسلام عليكم.